بسم الله. دلوقتي هنشوف لو احنا عايزين نحط ستيف نيتشر. اجي هنا اقول له انا عايز اختار مثلا بيبول، تكتب هنا بيبول، هتلاقي الاشخاص، تختار الشخص اللي انت عايزه. تمام، وليكن مثلا الشخص دوت، هتيجي تدوس هنا مرتين هيظهر معايا في الشغل بتاعي اهوت. وممكن نروح نحدد مساحة مثلا معينة، أبدأ أرسم نقطة 2 3 وأدوس مرتين بحيث يحط لي أكتر من شخص. تمام، ممكن دلوقتي مثلا تكون أنت عايز تحط عربيات، أقول له عايز كار، هتلاقي أنواع كتيرة من العربيات، تحط أي نوع من العربيات اللي أنت عايزها. تمام، لو كان اداني مسار انا مش عايز مسار. دي سنة مرتين تبدأ العربية تظهر معايا. وبرضه لو انت عايز مثلا تحط مركب، تعال نحط مثلا مركب هنا، هتلاقي هنا برضه مركب. المقصود ان المكتبة فيها امكانيات كتيرة جدا، معرفش ايه المراكب الصغيرة هنا، بس اعتقد برايفت بوت هيبقى صغير. تمام، اهو بالشكل دوت. ممكن هتلاقي اشارات مرور، لو انت عايز تحط اشارات مرور مثلا هنا. القصد ان انت اي حاجة انت هتعوزها هتلاقيها ان شاء الله اهي. مثلا عايز احط الاشارة ديت، عايز احط العلامة دي مثلا هنا.